أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة التحليلية. يصحبنا فيها اليوم الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أستاذ حسين سعد. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا بك. أهلا بك الزميلة داليا، وأهلا بمشاهدي سودانية 24. مرحبا، أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة التحليلية. نبدأ الجولة من سودان تريبيون ونقرأ: الثلاثية تناقش مستقبل الحوار مع الحرية والتغيير بعد انسحاب الجيش. دعت الآلية الثلاثية ائتلاف الحرية والتغيير إلى عقد اجتماع بين الطرفين اليوم الخميس لبحث مستقبل العملية السياسية بعد انسحاب قادة الجيش منها. وقالت الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم والاتحاد الإفريقي ومنظمة إيجاد أمس الأربعاء إنها ألغت طريقة الحوار العسكري المدني بعد قرار عدم مشاركة الجيش، لكنها أشارت إلى مواصلة تسييرها إلى العملية السياسية. وقال قيادي بالحرية والتغيير فضل حجب هويته لسودان تريبيون إن الائتلاف تلقى دعوة من الآلية الثلاثية لعقد اجتماع معها الخميس لمناقشة مستقبل العملية بعد انسحاب الجيش. يعني أستاذ حسين، بداية نبدأ معك بما هو مستقبل حوار الآلية الثلاثية بعد انسحاب الجيش. حقيقة الحوار بتاع السلام روتانا ده هو مات وشبع موت من أول يوم، هو زي ما بيقولوا من قول التيت. ومن يوم 8 في الشهر الفات وحصلت تطورات جديدة في من بعد يوم 8. من بين هذه التطورات المليونية بتاعت 30 يونيو خرجت في أكثر من 35 مدينة، وغدرتها تقارير إعلامية بنحو 13 مليون شخص شارك في هذه المليونية. أيضا هنالك التطورات الإقليمية والعالمية، إذا كان على المستوى القارة الأفريقية والشرق الأوسط، في تطورات كبيرة بتلغي بظلالها على المشهد. صحيح. في السودان، وفي تطورات عالمية. النقطة الرابعة في لحديثنا حول الحوار ده هي الخطاب اللي ألغاه البرهان. هذا الخطاب أربك المشهد السياسي ويراهن على عدم وحدة قوى الثورة، وصحيح في دي أن قوى الأحزاب لن تتفق، ولأنه الأحزاب هي ذات خشم بيوت. في أحزاب في رأيك لن تتفق أبدا، أو يعني ربما تتفق مثلا في لا ما بتتفق في الأيام لماذا بتتفق. طيب ليه؟ لأنه في أحزاب ساندت اعتصام القصر ولاحقا جاء ساندت الانقلاب ومشاركة في مؤسساته، وفي أحزاب مناهضة للانقلاب ومشاركة كبيرة في الشارع. فلذلك ديل ما ممكن يتلموا مع بعض. فالتعليم لكل رؤاه، يعني لكل رؤاه. والجيش بتفكير أحابيل فيها مزيد من المكر، إنه داري رسي رسائل للمجتمع الدولي إنه أنا براء من المشاكل المدنيين، وداري رسي رسالة للشعب السوداني أيضا إنه الجماعة ديل ما أنا ما قلت لكم ما حيتفقوا يا هم اتفقوا، وداري رسل رسالة أيضا للمجتمع الدولي والإقليمي. فلذلك هذه التطورات ألغت بظلالة على الحوار بتاع الآلية. والخبر القريتي هو ممكن الليلة في اللقاء بتاع حينعقد اليوم ما بين الحرية والتغيير والآلية الثلاثية، حتى الآن لا نعلم مخرجات هذا الاجتماع الذي بينعقد لاحقا يعني، لكن قطع شك هو حيمشي في كيف الناس استعيدوا القصه بتاعت الحوار دي، لانه قبيل الاليه بدت بدايه خاطئه فيما يتعلق بالحوار، لانها ما جابت الناس اللي عليهم الرك، الناس اللي عليهم الرك اللي هم الناس القايدين الشارع. طيب هل الحوار سيستمر في رايك؟ الحوار حيستمر. انا استمعت لخبر، قريت خبر لبلعيش المتحدث اكد فيه انه الحوار ما تم الغائه، الحوار حيستمر لكن بوضعيه جديده وما بعد عيد الاضحى المبارك. طيب من الذي سيحدد الذين سيشاركون في العمليه الجديده، وماذا سيكون موقف الجيش من اي اتفاق بين الاطراف يعني اذا تم؟ ما هو الجيش علقنا على كلامه قبيل انه مرق برقبته وينتظر الآخرين لحد ما بعد ذلك، يعني ما يتفقوا يقول أنا قلت لكم ما حيتفقوا. اللي بيحدد المشاركين في الحوار هم الناس الفاعلين، الناس الشيعوا الحوار في ضربة بدايته يوم 8 يناير اللي هو الشارع ولجان المقاومة.
ديل الناس الأساسيين في الحوار ده ما هم ما موجودين. فديل الناس المهمين بالنسبة للعملية. طيب.